ينضم إلينا من بروكسل سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية. سلامة، يعني كلمنا عن ما حدث في بروكسل بسبب فوز المغرب اليوم. مساء الخير صديقتي. فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي تحول إلى أعمال دراماتيكية فور انتهاء المباراة، فحسب الرواية الرسمية انطلق العشرات بل المئات من المحتفلين من ذوي الأصول المغربية في عدد من شوارع بروكسل، بعضهم باشر التخريب في الممتلكات العامة وإحراق بعض السيارات وتخريب نوافذ بعض المحال التجارية، ما استدعى الشرطة إلى التدخل وبقسوة، حيث فرقت المتظاهرين برش المياه وكذلك رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، وقامت باعتقال العشرات إداريا، وكما قامت أيضا بإغلاق الطرق المؤدية إلى الشوارع المكتظة بالمحتفلين أو بعض المشاغبين. من بعض الشوارع التي أغلقت شوارع أيضا أغلق المترو وتوقفت وسائل النقل العامة المؤدية إلى وسط المدينة، وتعطل أيضا سوق أعياد الميلاد وهي مرحلة حساسة في بروكسل. طيب. وهذه الاحتفالات أيضا تأتي في بلد مهزوم. سلامة، أريد أسألك سؤال، يعني هل هذه هي المرة الأولى أم الجماهير، جماهير بلجيكا، اعتادت على رد الفعل العنيف في وقت الهزيمة؟ الجالية المغربية في بلجيكا هي أول جالية غير أوروبية من حيث العدد، عددهم نصف مليون تقريبا، وغالبا ما يخرج المغاربة للاحتفال، ولكن هذه المرة وبعد الشعور العام بالخذلان إذا صح التعبير، شعور البلجيكيين بخذلانهم من منتخبهم مع هذه الأعمال والصور التي انتشرت وتعطل الحياة المسائية في بروكسل مع اقتراب أعياد الميلاد، زادت الأمور توترا، ودخل على الخط بعض الأحزاب اليمينية الشعبوية التي قالت وغردت بأن على البلجيكيين من أصول مغاربية الحرية في مغادرة البلاد، مستثمرين هذا الجو المشحون للتحريض على المهاجرين وعلى الإسلام وعلى المسلمين. هذه الأعمال لم تقتصر فقط على مدينة بروكسل، امتدت أيضا إلى مراكز مهمة في مدينتين رئيسيتين أيضا في ليج وأنتويربن، وأيضا شهدت بعض المدن في البلد المجاور هولندا بعض أعمال الشغب. نعم. ولهذا خرجت بعض الأصوات المغاربية التي قالت بأن هذا لا يعبر عن باقي المجموع الفرح بفوز المنتخب المغربي. نعم. وهذه أعمال استثنائية وشافية. شكرا لك سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا عبر سكايب.